مراكز تلقيح في مدينة كهيدي خلال اليوم الثالث من الحملة الوطنية للتلقيح إقبال المواطنين الراغبين في تحصين أنفسهم ضد هذا الوباء الفتاك. فخلال ساعات الصباح الأولى في مركز مودرن الصحي تلقى هؤلاء المواطنون الجرعات الأولى من اللقاح، معبرين عن أجواء سير العملية في هذا المركز. تبارك الله ما شاء الله، رائع الناس كامل دق الحمد لله، حد فرمة فتدق اللي يجي يعدلها. ما دق زينة تبارك الله، رأينا حنا يوم جينا ودقينا وهوينا منه، لا وجينا شيء الحمد لله. جينا هون ودقينا دق زينة ما شاء الله، جبرنا الطاقم الطبي قدامنا وندور الناس كاملة تتواجد وتدق الناس كاملة وأمراض ضمتين، وندور الناس تجي تدق عنه كانت تكافح عنه والمرض دق ما تخسر سبة، يسوى امرأة حامل يسوى امرأة فهو ما عنده أي مشكلة أن نجي دردك. الحضور المنتظم للطواقم الطبية في هذا المركز الذي يتوفر على الكميات الضرورية من اللقاحات يعكس الدور المهم الذي يلعبه قطاع الصحة في إنشاء هذه العملية. أنا ظاهر لأن هذه الحملة هي الحملة الرابعة على مستوى الوطن، وأعلن توفرت الوسائل اللازمة ووفرت في الوقت المناسب، لأن الفرق كانت في الوقت المناسب في الأمكنة المخصصة للتلقيح مزودة بالوسائل اللوجستيكية. نجاح الحملات الماضية جعل أغلب المهتمين من الناس باللقاح استفادت من اللقاح، والناس الباقية ظهر لإعلان ترتيب الصحة في أولوياتها متأخر في اللائحة، وبالتالي يمكن يعود أيام العطل عنده مشاغل أو مهام عنده أولوية عنده أكثر من الصحة. ويسعى القطاع الصحي من خلال هذه الحملة إلى خلق مناعة جماعية ستساهم في انحسار هذا الوباء والقضاء عليه. شوقي محمد فال لقناة الموريتانية، مدينة كهيدي. وبالعودة إلى